سائل يقول: هل من مات على الشرك وإن كان جاهلا لا يعذر؟ وهل الصحابة وقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر؟ يا أخي، الشرك ما أحد يجهله من الأمور الظاهرة. الأمور الظاهرة اللي يجهل الأمور الخفية اللي تحتاج إلى بيان، أما الشرك فأمره ظاهر في القرآن، الآيات واضحة فيه، فلا يقع فيه جهل، لأن الله وضحه ونهى عنه. فالعذر بالجهل إنما يكون بالأمور الخفية، أما الأمور الظاهرة فهي لا يعذر فيها بالجهل. نعم، إنما هذا قول المرجئة أو غلاة المرجئة. نعم.